صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تمجيد الكفار وما هم عليه من حضارة؟ هل يقول أحسن الله إليكم: هل تمجيد الكفار وما هم عليه من حضارة وأنهم أفضل من المسلمين يعد من موالاة الكفار؟ نعم، إذا قال إنهم أفضل من المسلمين فقد فضل الكفار على المسلمين بموجب زهرة الدنيا. زهرة الدنيا ليست بشيء. قال الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالمسلمون أفضل من الكفار، ولو كان المسلمون لا يملكون شيئا. المسلمون أفضل من الكفار. نعم.